بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وابي عبد المؤمن فاعل جمعوي من منطقه ديال موغا. شكرا للموقع الطنجاوي على هذه الالتفاته هذه وعلى التغطيه ديالو لمثل هذه الوقائع اللي كتوقع في المدينه ديال طنجه. كنتواجدوا اليوم في مزبله ديال الحي ديال موغا الصغيره. هذه المزبله اللي كتجي في المدخل الرئيسي ديال الحي كما كتشوفوا. هذه هي الدخله ديال موغا. هذه المزبله جات هنايا في واحد الدخله اللي كتسمى هي الدخله الرئيسيه ديال الحي، وكتسبب واحد العرقله في السير اولا، زائد كتنبعث منها واحد الرائحه اللي صراحه رائحه كريهه بزاف وقريبه بزاف هنا للساكنه كما كتشوفوا. هذه مجموعه ديال الساكن هنايا، زائد هاد البلاصه هذه وقعوا فيها بزاف ديال حوادث السير، اللي حوادث خطيره جدا، اللي كانت اخطر وحده فيها راه تثبت في الموت ديال واحد البنت. عينا احنا مجموعه ديال المراسلات منهم من الجهات المعنيه وهذا من المسؤولين وهذا. صراحه المجلس السابق ديال المقاطعه ديال موغا كان جل لهنا هذه المنطقه هذه، وكان عمل واحد المعاينه لهاد المزباله، ولكن ما كانتش شي حلول صراحه، حلول ما كانتش شي حلول مزيانه بزاف، كانت حلول ترقيعيه وصافي. كنا نقصنا، كانوا كيكونوا هنا جوج الحاويات، كنا طلعنا واحد الحاويه للسوق الفوق وحده خلينا هنايا، بحال اللي خففنا شويه على هاد المزباله، ولكن نفس المشكل راه باقي كما كتشوفوا المدخل. ها هو دابا اليوم النهار الاحد، شوف سطال الزبل هنا والطوموبيلات مباركين هنا، يعني هنايا هاد البلاصه هذه صعيب باش يدوزوا منها جوج ديال الناس. حنايا كذلك كنواجهوا هنايا والحكم ديالها جات حدا سوق القرب ديال موغا الصغيره، كتزيد من الاكراهات ديال هاد المزباله هاد. حنايا كجمعيه ديال المجتمع المدني هنا في موغا كنقترحوا على المسؤولين باش يتم هاد التهيئه ديال هاد المنطقه هادي. التهيئه هاد المنطقه هادي الحمد لله كاين واحد الباركي هنايا كبير هنايا جا في موغا، يتم التهيئه ديال هاد الباركي اولا، وزائد من هاد الباركي يتعمل واحد المدخل اللي منه تهيئ هاد المزباله هادي. هاد المزباله هادي كتعتبر احد النقط السوداء ديال حي موغا، اللي سنوات والناس ديال هاد الحي كيتشكاو منها، ولكن لحد الساعه ما تمش الاصلاح ديالها ولا تم التهيئه ديالها. كنتمنوا من الله توصل الرساله للمسؤولين. باقي لنا بعض الاشياء اللي صراحه جات في الواجهه ديال الحي وكتعتبر نقط سوداء، اللي كنتمنوا من الله من المسؤولين لا من المقاطعه ديال مغوغا ولا الجماعه ولا الولايه يتم التدخل منهم. هذه المزبله هذه وهذا السوق ديال القرب، السوق ديال القرب هنايا محيط بواحد المنطقه اللي باقا بتراب، باقا مغيصه، كنقولوا باقا بالغيص، ما كرهناش يتم التبليط ديالها، يتعدل بالبيطون وهذا، يبقاو الناس انتم كتشوفوا اليوم الحد راه الفراشه راه خانقين الطريق هنايا. هاد الفراشه اللي ما كيجبروش فين يفرشوا يجيو مور السوق وي 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 هادكو يفرشوا. زائد حتى الباركي عندنا مشكل ديال الباركي في مغوغا، الباركي ما كاينش قليل، زائد عندنا ليسباس مور السوق، علاش ما يستغلش هاد ليسباس يتهيأ باش يصبح باركي يخفف شويه الضغط على هاد الشارع الرئيسي باش ما يوقعش الزحام. السلام عليكم، شكرا على الالتفاته. معكم عبد محمد بصفتي واحد المواطن من الحي، كنعانيو من هذا الاشكال هذا اللي عندنا هنا، وهو النظافه اللي ورايا راه كتشوفوا، يعني السكينه كتضر منه بزاف نظرا للدخل هذا الحي كما كتشوفوا معنا. هذا واحد النداء للمسؤولين ديال قطاع النظافه بالنسبه لنا مطب النفايات في هذا المكان، منطقه خضراء ما خصوش يتوجد هنا، وهذا ماشي المكان ديالو، وفوق هادشي هذا مكان فيه الخطر، لان الطوناج بهذا الطوناج هذا وتجي الكاميونان هنا وتعمل ديك العمليه ديال الرفع راه كيشكل على الخطر، وخطر على الاطفال وعلى السيارات وعلى الماره. فلهذا انا نداء باش يكونوا فهمتيني بازاله المطب هذا بصفه نهائيا، ويرجع منطقه خضراء يتم الترك ديالو بصفه نهائيا، لانه ماشي الموقع ديالو. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.